السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في الاستومك، وقفنا عند التريتمنت اوف كرونيك بيبتيك ألسر. اتكلمنا على الاتيولوجي بتاع البيبتيك ألسر، واتكلمنا على الديودينال والجاستريك، الباثولوجي في الجاستريك ألسر والباثولوجي في الديودينال ألسر، والكلينيكال بيكتشر في الجاستريك ألسر والكلينيكال بيكتشر في الديودينال ألسر، والكومبليكيشنز بتاعتهم، اما ان يكون بيرفوريشن اكيوت او سب اكيوت او كرونيك، والبليدنج ممكن يبقى ماينور بليدنج يعمل انيميا. دكتور علي بارك الله فيك، ممكن يكون ماسيف بليدنج اب تو فيتال ديس. اتكلمنا على الفايبروزيس ككومبليكيشن، يعمل جاستريك اوتلت اوبستراكشن. قلنا الفايبروزيس ده لو هي جاستريك ألسر في نص المعده، هتخلي شكل المعده يبقى عامل زي الاور جلاس او الساعه الرمليه او التيبوت البراد. لو الاوبستراكشن ده على مستوى الديودينم، نعمل جاستريك اوتلت اوبستراكشن، او على مستوى الدكتوره ياسمين دكتوره سمر ضاحي ويلكم بيكم. لو الاوبستراكشن على مستوى الديودينم او على مستوى البايلورس، اعمل جاستريك اوتلت اوبستراكشن، هتخلي المعده حجمها يبقى كبير خالص، عامله زي الطبق بتاع الشوربه، سوب ديش، طبق الشوربه. طبق الشوربه لازم يكون عميق، في تجويف كبير، ما ينفعش يكون مسطح. فالمعده كلها بتبقى دايليتد ومليانه بالفلويد ومليانه بالاكل، والمخرج بتاعها سواء البايلورس او الديودنم مقفول، فبتبقى عامله زي طبق الشوربه، سوب ديش ابيرنس. ده الفايبروزز على مستوى البايلورس والديودنم او على مستوى الاستومك. بعد كده المالجنت ترانسفورميشن، قلنا الديودنم نيفر تيرن تو مالجنت، والجاستريك تتحول الى مالجنت. واتكلمنا على الكومبليكيشن بعد كده في صوره الريكارنس، ان انا اكتب علاج وترجع، اكتب علاج وترجع، اكتب علاج وترجع. طب ايه اللي يخلي المعده بعد ما اكتب علاج ترجع تاني الالسر؟ ان في جاسترينوما. طيب ده الكومبليكيشنز والديفرنشال دايجنوزز. قلنا اي حاجه تعمل ايبيجاستريك بين جاسترايتس، كانسر ستومك، هيتس، هيرنيا، ريفلكس، اسفوجايتس، اكيوت بيبتيك السر، كرونيك بيبتيك السر، ليفت لوب ابسس، ليفت لوب هيمنجيوما، ترانسفيرس كولوم ماس، ترانسفيرس كولايتس، وهكذا. وقلنا في الديفرنشال دايجنوزز او في الكلينيكال بيكتشر لازم ادور على الفيلكي ترياد، اللي هو الثلاث حاجات، كرونيك، كرونيك بيبتيك ألسر، كرونيك كالكولر كولسيستايتس، كرونيك ابندسايتس، لان هم لو مع بعض عالجهم هم الثلاثه مع بعض. دكتوره مارينا كامل منورانا. بعد كده اتكلمت على الانفستيجيشنز بتاعت الكرونيك بيبتيك ألسر، قلت هما الاتنين انفستيجيشنز اللي انا متعود عليهم، بدول الباب بتاع الاسوفجس، هما في المعدة، اشعة بالصبغة، جاستروجرافين ميل او باريوم ميل. وقلنا ان الباريوم ده بطل، واللي بيستخدم دلوقتي في كله جاستروجرافين او يوروجرافين او كل انواع الاشعة اللي هي ووتر سوليبل زي المية، ما تعملش اليرجي، ما تعملش نيفروتوكسيستي، ما فيش منها مضاعفات، حتى لو في برفوريشن وعدت منه ما يحصلش منها اي مشاكل. طيب الجاستروجرافين انما هيوريني ايه، او الجاستروجرافين سوري، جاستروجرافين ميل، وجبه جاستروجرافين هتوريني الالسر نيش والالسر نوتش. وقلنا الالسر نيش والنوتش بيبانوا واضحين وصريحين مع بعض في البوست ايفاكويشن، في بعد ما المعده كلها تفضى، تلاقي الالسر نيش اللي هي القرحه عباره عن البلاطه اللي داخله لجوه والصبغه متحوشه فيها، وقصادها الناحيه التانية في بلج اللي هو الالسر نوتش. والمفروض الطبيعي ان الحاجات دي، دكتوره مروه كمال منورانا، طبيعي ان الحاجات دي برضو تبان في الديودنم، الالسر نيش والالسر نوتش. قلنا ان الحاجات دي ان لوجيك انها تبان في الديودنم، لان الديودنم الميوكوزا بتاعته فيلفت روزيت، طالعه لبره خالص قافله اليومن، وكمان الديودنم نارو، لا هتعرف تشوف فيه نيش ولا نوتش. عشان كده قلنا تبقى عامله زي العنبه بتاعت الكوتشينه، اول ما العنبه دي تبقى كنزه وتصغر وتتكش، اللي هو اسمه ترايفوليت ديفورميتي. شكرا دكتوره مارين، دكتوره اسماء علي منورانا برضو. اول ما الترايفوليت او العنبه دي تبقى ديفورمد، تبقى اسمها ترايفوليت ديفورميتي. هو ده اللي بنعرف بيه ان الديودنم فيه السر. في حته فنيه بتيجي في الام سي كيو كتير، الالسر في الديودنم تبقى اكتر انتيرور ولا بوستيرور؟ بوستيرور. البوستيرور وول بتاع الديودنم ديبندنت، هو اللي بتحصل فيه الالسر اكتر من الانتيرور وول، عكس الاستومك. الانتيرور وول الالسر في الاستومك، الجاستريك السر كومون انتيرور وليست بوستيرور. اسلام جمال ويلكم بيك يا اسلام. طيب
وقلنا ان الباريوم ميل ده او الجاستروجرافين ميل ده جاست دايجنوستيك، ادي كل اللي عملته، شخصت بلعت العيان كمية الصبغة دي كلها، وفي الاخر المحصلة ايه؟ ده تشخيص بس. اه للأسف. امال مين البرنس، مين ملك الانفستيجيشنز في الاستومك؟ الاندوسكوب. الاندوسكوب بشوف، باخد بايوبسي اللي هم التمانية بايوبسيز اتليست اللي هم عند الساعة 3 و6 و9 و12، واخد بعد ما خدت الاربعة عينات دول اخد اربعة تاني في نفس المكان، 3 و6 و9 و12. طب ليه بتاخد في نفس المكان؟ عشان اخد عينة ديب بعد ما اخد العينة الاولانية الميكوزا والسب ميكوزا، العينة اللي بعدها في نفس المكان هتاخد مين؟ الماسكيلوزا، وبالتالي العينة تبقى سيجنيفيكانت. طيب ده مش بس كده، الاندوسكوب في الاستومك بيعمل حاجات كتير جدا. ايه يا دكتور؟ لو بليدنج، لو بليدنج ألسر يكويها، يكويها بجهاز الكوترايزيشن، يكويها بجهاز الكوترايزيشن العادي بتاعي، او اكويها بالليزر. الليزر اسمه ليزر فوتو كواجيوليشن. طيب وبعد شوية هتكلم في التريتمنت، ليه رول في التريتمنت برضو. خلاص شخصت الالسر وخدت منها بايوبسي، دي الانفستيجيشنز. في انفستيجيشنز تانية بقى شوية، الدكتورة سارة صبري مختار ويلكم بيك، في شوية انفستيجيشنز بقى حبشتكنات بتضاف جنبيهم، صورة دم عشان اشوف في انيميا، في كرونيك بليدنج بيبتيك السر ولا ما فيش، اعمل ستول اناليسز ادور على اوكالت بلاد ان ستول لو في كرونيك بليدنج بيبتيك السر، برضه تعمل اوكالت بلاد ان ستول، اتش بايلوري بايوبسي اشوف الاتش بايلوري ليها رول في الالسر دي ولا لا، جاسترين ليفل السيروم جاسترين ليفل عشان خاطر اعرف في جاسترينوما ولا لا، ولو في جاسترينوما طبعا اعمل لها الراديو ايزوتوب اوكتريوتايد سكان عشان تعمل لوكاليزيشن الجاسترينوما. طيب دي الانفستيجيشنز بتاعه البيبتيك السر. التريتمنت بتاع البيبتيك السر مينلي ميديكال هو الرول. ليه؟ لان انا عندي ميديكيشنز قويه بتكنترول الاتش سي ال سكريشن من البارايتال سيلز. طب خلاص، ما انا لو قفلت الاتش سي ال اللي بيطلع من البارايتال سيلز، قفلت البارايتال سيلز وخنقتها، خلصنا، مفيش اسيديتي. شكرا دكتوره مروه كمال. وبالتالي الديودنال الالسر هيبتدي يحصل فيها هيلينج، لان مشكله الديودنال الالسر اللي هي كومون اصلا واللي منتشره هايبر اسيديتي. طب خلاص قفلنا البرايتال سيلز، مش هطلع اتش سي ال، حلينا القصه. طب ماشي، الجاستريك السر بقى دي مش قصه اسيدتي يا دكتور، دي قصه ميوكاس بارير ضعيف، ميوكاس ممبرين ضعيف، نتيجه ان العيان بياخد انتي بروستاجلاندينز زي الاستيرويدز او النون استيرويدز اللي هي انتي انفلاماتوري المسكنات او كحوليات او سجاير او مخدرات او 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 اعمل له ايه ده؟ عين الجاستريك ألسر اللي عنده اتروفي، قلل برضه الاسيديتي، يعني اديده البروتون بامب اللي بيقلل الاتش سي ال. مال الاتش سي ال؟ العيان ده مشكلته في الوول، الوول ضعيف. خلاص لو الوول ضعيف ما تخليش ينزل عليه اسيد يقوي، وبالتالي برضه ده هيساعد في الهيلينج بتاع الألسر. اذا العمليات اللي كانت بتتعمل زمان ما لهاش اي لازمه دلوقتي، في وجود الهستامين او الاتش 2 بلوكرز ووجود البروتون بامب انهيبيتورز اللي هي بتشتغل على البارايتال سيلز. واتكلمت على انواعهم وتطورهم، تطور الاتش 2 بلوكرز الهيستامين بلوكرز اللي هو السايميتيدين، بعد كده الرانيتيدين، واخر جينيريشن واحدث جينيريشن واقوى واحد اللي هو اسمه الفاموتيدين. وقلت الاسامي التجاريه بتاع ده وده وده، وقلت الجينيريشنز القديمه السايميتيدين والرانيتيدين على الدوز القديمه اللي هي 150 ملي جرام في البرشامه، برشامه الصبح برشامه بالليل، يعني 150 الصبح و150 بالليل، ولو حقنا بتعادل برشامتين اللي هي بتبقى 300 ملي جرام. ده مين؟ السايميتيدين والرانيتيدين الجينيريشنز القديمة المعفنة. أحدث جينيريشن هو الفاموتيدين، الدوز بتاعته قلت خالص بقى، بقت 20 ملي جرام في البرشامة أو 40 ملي جرام براحتك، عايز تدي 20 الصبح 20 بالليل، عايز تدي 40 واحدة برشامة 40 ملي جرام بس بالليل، عايز تدي 40 الصبح و40 بالليل أكوردنج للحالة أنت شايفها إيه. بس الدوز بعد ما كانت 150 و150 أصبحت 20 و20. قلت لكم الفاموتيدين شوفوا الاسامي التجاريه بتاعته واحفظوها واكتبوا للناس، فيري افكتيف، احسن من الرانيتيدين والزنتاك والحاجات دي.
بعد كده دخلت على البروتون بامب انهبيتورز، مجموعة الأوميبرازول والبانتوبرازول واللانسوبرازول والإزموبرازول، كل المجموعة اللي بتنتهي برازول 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 برازول، دول بيخنقوا البرايتال سيلز ويقولوا لها ما تطلعيش اتش سي ال. والدوز بتاعتهم زي الدوز بتاعت الانتودين، 20 ملي جرام البرشامة، ممكن ادي واحدة الصبح واحدة بالليل، او ادي واحدة كاملة قوية 40 بالليل، او ادي 40 الصبح و40 بالليل. طيب الافريج تايم اللي بشتغل بيه على الالسر سواء الديودينال او الجاستريك بالحاجات دي، سواء الاتش 2 بلوكرز وحدها او الاتش 2 بلوكرز والبروتون بامب او البروتون بامب وحدها، يعني انت ممكن تعالج الالسر يا دكتور بالبروتون بامب وحده، ممكن تعالج الالسر بالهستامين بلوكرز وحده، ممكن تدي الاثنين ميكس، على حسب السيفيريتي بتاعت المانيفستيشنز بتاعت العيان، البين سيفير ومع كل اكله واجونايزنج مش قادر يعيش، ادي الاثنين مع بعض. البين بسيط يا دكتور والامور مستقره وكنترولد، بس عايزين نطمن وعايزين القرحه دي تلتئم، خلاص ادي نوع واحد. عايز تدي ده او ده، التايم 6 اسابيع اتليست. العلماء وجدوا بعد ما عملوا دراسات و و و لقيوا ان الالسر عشان تلتئم عايزه 6 اسابيع. دكتوره اميره احمد منوره، يعني ادي علاج 6 اسابيع، بروتون بامب 6 اسابيع، او اتش 2 بلوكر 6 اسابيع، او ميكس ما بين الاثنين 6 اسابيع، وبعد 6 اسابيع اعمل ايه؟ عيد. والله انت ماشي بالنظام القديم بتاع الخمسينات والاربعينات، باريوم اعمل باريوم تاني، شوف الدنيا هيلد ورجعت سمك نورمال ولا لسه في ألسر نيش وألسر نوتش. لا انت حديث دلوقتي في الألفية 2020، اعمل اندوسكوب وخش شوف الألسر اللي انت كنت شايفها امبارح او اللي انت كنت شايفها من 6 اسابيع موجودة في مكانها ولا لا، هيلد ولا لا. دخلت بعد 6 اسابيع لقيتها كومبليتلي هيلد، الحمد لله خفيت، يلا وقف العلاج وروح. يروح المريض يقول لك وقف العلاج مره واحده يا دكتور وروح، طب ما فيش حتى شويه تعليمات، ما فيش لايف ستايل موديفيكيشن زي اللي كنت قايلها لي، طب لحسن يحصل ريميشن. يا دكتور مش انت فاكر ودرسوا لك في الكليه ان البيبتيك ألسر الديودينال دي ريميشن واكسازيربيشن، وان فيها اوتو اميون ثيوري، وان فيها حاجات ليها علاقه بالاميونيتي وليها علاقه بالجنرال كونديشن، واكسازيربيشنز بتزيد في بدايه السنه في شهر 9 و10 المدارس لما الأحمال تزيد علينا والفلوس تزيد، وبتزيد في فترة الامتحانات في شهر 4 و5. منين تقول لي خفيت وتروحني يا دكتور؟ ركز شوية وبص في الكتاب شوية. ترجع انت تبص في الكتاب في التريتمنت في بيبتيك ألسر، تكتشف ان انت بعد ما بتخلص الست أسابيع دكتورة نوها الدكتور عادل والدكتور عبير منورين، تفاجأ ان في الكتاب البروتوكول بعد ما تخلص الست اسابيع بنكمل على مينتنانس. ايه المينتنانس دي يا دكتور؟ يعني انت عملت لي البيبتيك ألسر زيها زي الضغط والسكر والقلب، العيان يفضل ياخد علاج ليها مدى الحياة؟ انا ما قلتش كده. انت ابتديت بدوز 20 ملي جرام الصبح وبالليل، او 40 ملي جرام الصبح وبالليل، او 40 ملي جرام بس بالليل، ومشيت عليها 6 اسابيع والعيان خف، ودخلت بالاندوسكوب لقيته كومبليتلي هيلد، خلاص تقفل وتمشي وخلصنا على كده؟ لا، قول له خد برشامه واحده بس 20 ملي جرام عند النوم لمده قد ايه يا دكتور؟ 6 اسابيع تاني. ليه؟ طيب زياده اطمئنان فور كومبليت هيلينج وتو اكسكلود الريكرنس، ان هو ما يحصلش ارتجاع فيها. دي مدرسه. المدرسه الثانيه يقول لك ايه؟ ادي مينتننس لو حصل ريكورنس للمانيفستيشنز، يعني انت خلاص اديت 6 اسابيع علاج والدنيا التئمت وبقت زي الفل، خلاص وقف، بس فاهم العيان ان لو في اي اعراض رجعت في اي وقت يرجع ياخد الدوز هي لمدة 6 اسابيع تاني. دول المدرستين. طيب ماشي، ده في حالة ايه؟ الدنيا هيلد. طب الاختيار التاني بقى، ما حصلش هيلينج، الالسر زي ما هي ما التأمتش رغم ان العيان بياخد علاجه في معاده وعمل اللايف ستايل موديفيكيشن فيما يخص الاكل والشرب والإيريتانتس والفود والحاجات الحراقه والشقه والمخللات، وسمع كل كلامك والتزم بالعلاج بالظبط وما حصلش هيلينج. لو ما حصلش هيلينج وهي ديودينال احنا مش خايفين. دكتور حسين فتحي شبيب ويلكم بيك، حسام فتحي شبيب،
طيب يعني العيان لو ديودنال الألسر وخد ال6 أسابيع وما التأمش، عيد 6 أسابيع تاني ما نخسرش حاجة. ليه؟ مش خايف من مالجنانسي. احنا قلنا الديودنام نيفر مالجنانت، ما بتقلبش الألسر بتاعت الديودنام مالجنانسي. أمال المشكلة في مين؟ في الجاستريك. 6 أسابيع كاملين من العلاج ولم تلتئم، ايه ده؟ طب ما يمكن تطلع مالجنانسي، اصلا انا واخد منها بايوبسي قبل كده، وفرض البايوبسي نون سبيسيفيك. ما احنا قلنا البايوبسي في احسن الظروف 97% بس او 95% بس، يعني في 5% مزن منه. الجاستريك ألسر لو بعد ال6 أسابيع ما التأمتش، خش بالمنظار وخد بايوبسي تاني، خد التمانية بايوبسي تاني عند الساعة 3 و6 و9 و12، وخد في نفس المكان ده مرة تاني 3 و6 و9 و12، 8 بايوبسي تاني، وابعتهم هيستوباثولوجي. بعتهم هيستوباثولوجي المرة دي، قال لك اخ انا اسف ده في مالجنانسي، المرة اللي فاتت ما كانش باين، بان دلوقتي، عشان كده هي ما التأمتش، تعامل بقى مع المالجنانسي. طيب لا، حتى في المرة التانية بعد ال6 أسابيع لما عملت الاندوسكوب وخدت البيوبسي، بعت لي دكتور الباثولوجي قال لي نورمال انفلاماتوري بروسيس. اكمل؟ اكمل. كمل 6 أسابيع تاني على مضض. يعني على مضض، يعني على يا دكتور حسام فتحي، يعني على متابعة استريكت، كل أسبوع يكلمني المريض في تغير، خسيت، في مغص، في ديسبيبسيا ابتدت تحصل بالذات للحوم، لأن اللحوم بتتهضم، بداية الهضم بتاعها في المعدة بالبيبسينوجين، اللحمة بقت تقيلة عليك، إيه خسيت، لوس اوف هير، لوس اوف ابيتايت. قال لك ارجع خد بايوبسي تاني. شفتوا ازاي المعدة مهمة جدا؟ يعني الديودنام لو بعد ال6 أسابيع ما التأمش، عادي اديله كرر العلاج تاني 6 أسابيع تاني. أما الاستومك لو بعد ال6 أسابيع ما التأمش، خش بالمنظار خد بايوبسي تاني كأنك ما خدتش أولاني. طيب خدت ال8 بايوبسي وطلعت مالجنس، خلاص تعمل معاه، طلعت بناين برضو، خلاص أكرر العلاج 6 أسابيع وأقول له كل أسبوع ضمني لحد ما أتأكد إن الألسر هيلد نهائيا. طيب ماشي، ده الميديكال تريتمنت بتاع البيبتيك ألسر. هل دول بس هما الميديكال تريتمنت بتوع البيبتيك ألسر؟ لا، العلماء قال لك طب دول كافيين للعيان بتاع الديودنال اللي هو مشكلته في الهايبر أسيديتي. مفيش يا دكتور اي حاجه تانية تقوي جدار المعده؟ يعني انت العيانين بتوع الجاستريك ألسر اللي عندهم اتروفيك جاسترايتس، انت قللت يا عم الاتش سي ال، بس مفيش اي حاجه تدي سبورت لجدار المعده؟ لا، في طبعا البروستاجلاندين نفسه، المين كونستيتيوانت بتاع الميوكاس بارير بتاع السمك، انا ممكن اديه حاجه اسمها بروستاجلاندين انالوجز، حاجات شبيهه بالبروستاجلاندين، سينسيتيك انالوجز للبروستاجلاندين، اشهرهم الميزوتاك والميزوبروستول بتوع النساء اللي بينديوس اليوتراين كونتراكشنز. ايوه فعلا البروستاجلاندين من الفوائد بتاعته ان هو بينديوس اليوتراين كونتراكشنز، وبالتالي لو ست عندها ابورشن او العيل ميت في بطنها، وبدل ما نفتح ونعمل سكشن ونطلع العيل الميت، نديها ميزوبروستول او الميزوتاك، هيخلي اليوترس يكونتراكت تو اكسبيل اتس كونتنتس. واحده ست طولت في السكند ستيج بتاعت النورمال ليبر، اديها بعد ما خلاص فتح، حصل رايبننج للسيرفكس والدنيا ريدي، ممكن تديها ميزوبروستول عشان يساعدها، او ميزوتاك تو اكسبيل اتس كونتنتس اليوترس. بعد ما تخلص السكند ستيج وتدخل في الثيرد ستيج، وبعد ما تشيل البلاسينتا، انت خايف من البليدنج في اليوترس، ادي ميزوتاك بروستاجلاندينز تو انديوس الكونتراكشنز. طبعا الرول هنا الاكتر للاوكسيتوسين، سنتوسينون، سنتو بيدلعوه بتوع النساء، يقول لك اديها سنتو، بعد ما تطلع البلاسينتا اديها سنتو. الاوكسيتوسين بيخلي اليوترس عامل زي الحجر عشان ما يحصلش بليدنج. اذا انا ممكن ادي عيانين البيبتيك ألسر البروستاجلاندينز الميزوتاك غالي، وعايز تاخده باستمرار كونتينيوس من شهرين لاربع شهور عشان يقوي جدار المعده. انت عارف يعني ايه تكتب للعيان علاج في الاسبوع ب 500 جنيه من شهرين لاربع شهور؟ هيقول لك انت مجنون يا دكتور، انت مجنون، هي المعده دي ما بتجيش غير بالعلاج ده، مش عايزه، سيبها قرحه قرحه، هعيش بقى القرحه. مشكله البروستاجلاندينز انها اكسبنسيف، ما تقدرش تديها فتره طويله، وان كان انا اقدر اديها لو عيان ريتش وكان بي ياخد عادي، ياخد البروستاجلاندين انالوجز دي وتقوي له جدار المعده. طب ده نوع من انواع الدراجز تاني اهو بتساعد مع الحاجات اللي بتقلل الاسيديتي، في حاجات تاني؟ اه طبعا،
في حاجات بتقوي جدار المعدة بأنها تخلي الميوكس سيل سيكريتنج سيلز تفرز ميوكس كوتينج ايجنت، تخلي الجدار بتاع المعدة يقوى بس مش بالميكانيزم بتاعت البروستاجلاندين. الكوتينج ايجنت في حاجة اسمها بسمس كومباوندز والسكرالفيت كومباوندز. ايه قصة السكرالفيت والبسمس؟ عامل بالظبط زي وش المحارة اللي بتديها على قضوب الأحمر انت وبتبني. قضوب الأحمر قوي وزي الفل، بس معرض ان هو يتجرح يتعور. قضوب الأحمر ده هو مين؟ هو الميوكوزا بتاعت الاستومك، هو الميوكوس بارير. طب عايز تحميه وتديله سبورت عشان لما ينزل عليه الأكل ما يتأثرش، اديله وش محارة. وش المحارة بتاعنا هو السكرالفيت والبسمس، بيدي قوة وسيكنينج ويعمل حتى اسمهم كوتينج ايجنت، كأني جلت الاستومك من جوه، عملت لها كوت من جوه بالبسمس والسكرالفيت. طبعا ليهم سايد افكتس زي الزفت، انت وبتاخدهم بتديهم للعين كأنه بياكل طباشير، وبيعملوا ريحة وحشة في البق، وبيعملوا تلون في الأسنان. فيهم واحد بيخلي الأسنان لونها أسود. أنت لك أن تتخيل أن أنت بتدي العيان علاج عامل زي الحلاوة طحنية، شغال يسف فيه ويطحن فيه، وفي الأخير يلاقي أسنانه بقت لونها أسود. هيقول لك يا دكتور ده لو علاج شربه أنت. أنت بتفهمش، بالذات لو ست ينجيش، تقول لك أنت ما عندكش نظر. يعني أنا أضحك مع صاحباتي أسناني تبان سودة وأنا عفريت؟ عشان كده السكرالفيت والبيسمس كومباوندز قلت، رغم ان هي قوية وبتعمل كوت على الاستومك وبتحمي ما بتستخدمش. عشان كده انا شرحت التريتمنت كله وقفلته من غير ما اقول الحاجات دي كلها، بس بعدين في الاخر قلت للاوائل اللي عايزين يضيفوا يعرف ان في حاجات كوتينج ايجنت بتجلد الاستومك من جوه، بس ليها سايد افكتس غير مقبولة، ريحتها وطعمها والستيننج اللي بتعمله في الماوس والباد اودر اللي بتعملها في الماوس والستيننج اللي بتعمله للاسنان. علينا بيه يا عم، العينين مش بيرضوا بكده. وقلت على البروستاجلاندين انالوجز قوية وزي الفل بس غالية، مش كل الشعب المصري يقدر يجيبها. طيب في حاجات تاني اسمها انتاسيدز. يعني ايه انتاسيدز؟ بتعادل حموضة ال HCL. يعني ال HCL طلع تنزل عليه تخففه. عارف بالظبط لما تيجي انت تضرب العيل الصغير ابنك ولا حاجة عايز تأدبه، وتروح مامته بكل حنية ما تضربش، وتوقف قصادك وتاخد الضربة هي، أو توقف تحوش إيدك. بالظبط الأنتاسيدز دول بيعملوا كده على HCL. ما تضربش يا أخي في الميوكوزا بالراحة عليه، يخففوه. أنتي أسيدز أنتاسيدز. طيب الأنتاسيدز دي إيه بقى؟ لأن هم هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الألومنيوم حلوين على الأسيد، بيخففوه، بياخدوا الإتش أيونز منه. طيب حلوين يا عم استخدمهم، خد عندك السايد افكتس بتاعتهم. هيدروكسيد الالومنيوم بيعمل امساك، الالومنيا بتخلي البراز ينزل عامل زي الحجر. هيدروكسيد المغنيسيوم يعمل العكس، يخليك تسهل مية. بقول العلماء يدوا هيدروكسيد مغنيسيوم العينين يجي لهم اسهال، يدوا هيدروكسيد الالومنيوم العين يجي لهم امساك. والعيان طبعا الامساك والاسهال ده انوينج واجونايزنج ليه، حتى لو الدواء افكتيف هيقول لك يا دكتور انا ايه هقعد طول عمري كده ما اعملش براز؟ يعني امسك واتجرح ودي لي شرخ وبواسير، ولا يجي لي اسهال باستمرار هتصفي جسمي؟ فبقى العلماء يعملوا حركه بلدي كده، الجراحين خلطه بلدي، سففوا الهيدروكسيد مغنيسيوم مع الالومنيوم مع بعض، والاسهال مع شويه الامساك يعادلوا بعض وتمشي الدنيا. لقيوا ان هم لما بيدوا هيدروكسيد المغنيسيوم وهيدروكسيد الالومنيوم كومباينيشن مع بعض، مش زي ما كنا فاكرين، ما احنا قلنا هي مش حساب، ده طب، مش هجيب واحد سخن على واحد بارد يبقوا وسط هم الاثنين، ما حصلش. لان هم لما بيعملوا ميكس ما بين هيدروكسيد المغنيسيوم والالومنيوم العيان شويه ده يطغى على ده، يروح عامل له اسهال يصفيه، بعدها بشويه يروح ده يرجع يرد عليه، يروح عامل له امساك منشفه وجايب له شرخ، فشل الموضوع. قال لك والله اللي عنده امساك مزمن اديله مغنيسيوم الهيدروكسيد هيخليه يسهل، واللي عنده اسهال مزمن اديله الالومنيوم خليه يمسك وما ينزلش ولا نقطه ويتعلم الادب. ايه يا عم ده كلام؟ يعني يا دكتور الموضوع فاريبل. فاريبل، ما انا قلت لك المين تريتمنت مين اللي قفلت عليه التريتمنت ودخلت خلصت الجايد لاينز بتاعه التريتمنت. الاتش 2 بلوكرز والبروتون بامب، يا تدي كل واحد واحد ويا تديهم كومباينيشن وانتهى الموضوع. هو ده المين تريتمنت، هو ده اللي بنكتبه احنا في السوق. في ناس لحد دلوقتي على المدارس القديمه يكتب السكرالفيت، يكتب البروستاجلاندينز،
يدي شوية مغنيسيوم هيدروكسايد، يدي شوية ألومنيوم هيدروكسايد، وهي ماشية. شوية أنتسيدز على شوية كوتينج ايجنتس على شوية بروستاجلاندينز، وهي ماشية الدنيا مع ال H2 بلوكرز. بس ركزوا معايا بقى في الحتة الفنية دي، عايزة الدماغ النظيفة. لو بصينا في الميكانيزم وفي اكشن بتاعهم، هما الكل متعارض مع بعضه خالص. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ال H2 بلوكرز والبروتون بامب انا محتاج اديهم قبل الاكل بنص ساعة على معدة فاضية خالص، لا فيها HCL ولا غيره، لسه ما فيهاش اي ستيميولس. بخنق البروتون بامب او السيلز اللي بتفرز ال HCL اللي هي البرايتال سيلز، او بخنق الهيستامين سيكريتنج سيلز اللي هي الانتيروكرومافين سيلز، هي ودنيا نيوترال، المعدة فاضية. طيب ماشي، ده عايز معدة فاضية. الانتاسيدز بقى اللي بتلين الاسيد تتاخد امتى؟ تتاخد وسط الاكل لما يبتدي الاسيد ايه ينزل، او على الاقل بعد ما خلص الاكل على طول. عشان كده الانتاسيدز الالومنيوم هيدروكسايد والمغنيسيوم هيدروكسايد كانوا دايما يقولوا عليهم زمان ده عامل زي البيبسي. مش الناس بتاخد البيبسي والكوكا كولا تهضم، عيان الجاسترايتس او الجاستريك السر ياخد المغنيسيوم او الالومنيوم يهضم بيه بعد الاكل على طول، يروح واخدهم ويروح متكرع. يلا بالشفا بقى، حلوين عايزين اتش سي ال. طيب اذا الحاجات الاتش 2 بلوكرز والبروتون بامب قبل الاكل بنص ساعه، الانتاسيدز ديورنج الاكل او بعد الاكل. طب الكوتينج ايجنت السكر الفيت والبيزماس، تتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ تتاخد قبل الاكل عشان تعمل كوت من الميوكوزا، عشان لما ينزل عليها الاتش سي ال ما يجرحهاش. بالله عليك لو خدتهم وسط الاكل او بعد الاكل زي الانتاسيد ما بتفهمش حاجه. ما خلص الاكل نزل والاتش سي ال نزل وكوى المعده، ايه فايدتها؟ ايه فايده الكوتينج ايجنت؟ انت جاي تغلف المعده بعد ما اتجرحت؟ الكراسه اتبهدلت الجلده بتاعتها وتعفنت، وتجيلي دلوقتي تقول لي هجلدها؟ ما باظت يا باشا. ايه فايدة الجلاد؟ هيحمي ايه؟ هيحمي جلد؟ هيحمي كراسة الجلدة بتاعتها بايظة؟ اذا الكوتينج ايجنتس عايزين برضو زي ال H2 بلوكرز والبروتون بامب قبل الاكل، عشان يلحقوا يعملوا ايه؟ الكوت القوية، عشان لما يجي الاكل ينزل وال HCL ينزل يحمي الاكل ويحمي المعدة. البروستاجلاندين ده ملوش علاقة لا باكل ولا بشرب، ده بيلف في الدم ويروح للاستومك ويقوي الجدار بتاعها، سواء خدته مع اكل من غير اكل، قبل الاكل بعد الاكل في نص الاكل، هو هيشتغل وهيقوي الميوكوزا بتاعت المعده. اصل هو ما بيشتغلش لحظي، في لحظتها البروستاجلاندين تدي المعده بقت زي الفل، ما حصلش. ده بيساعد الفيوتشر جينيريشن بتاعت الميوكوزا انها تبقى قويه وتبقى هيلسي وتريزيست. اذا عايز تقول لي لو انا عايز اعمل كومباينيشنز يا دكتور، اي حاجه ممكن اضيف عليها البروستاجلاندين براحتي، عايز اعمل ال H2 بلوكرز او البروتون بامب على البروستاجلاندين براحتي. طيب عايز اعمل الانتاسيدز مع ال H2 بلوكرز والبروتون بامب، ما ينفعش تعبوا في نفس الوقت. ال H2 بلوكرز والبروتون بامب قبل الاكل والانتاسيدز بعد الاكل. طيب عايز اعمل ميكس ما بين ال H2 بلوكرز او البروتون بامب مع الكوتينج ايجنتس، الاثنين يتاخدوا مع بعض قبل الاكل. اذا مفيش رول ثابت في العلاج بتاع الالسر، على حسب الميكانيزم اوف اكشن بتاع الدراج اللي انت عايز تديه، شوف هتديه قبل الاكل ولا بعد الاكل، او لو هو زي البروستاجلاندين ملوش علاقه بالاكل. طيب ماشي، اشهر كومباينيشنز الناس كانت بتاخدها زي ما قلت لكم البيبسي اللي هو المغنيسيوم هيدروكسايد والالومنيوم هيدروكسايد، كانوا ياخدوهم بعد الاكل، وقبل الاكل ياخدوا الاتش 2 بلوكر او البروتون بامب. السكر الفيت الصراحة الناس ما بتتقبلوش هو والبسمس، والبروستاجلاندين يعني مش عملي مش براكتيكال، العين هيزهق منك ويقول لك ده دكتور غالي وعلاجه غالي وفاشل شكله بيضحك علينا. اخر حاجة في الميديكيشنز، العلماء لقيوا ان هم في خلطة كده حلوة كده جميلة، عارف بالظبط خلطة السعادة، خلطة مش عارف ايه، الخلطات اللي بيعملوها العقدارين دول، الجماعة العقدارين بتوع الجراحة، قال لك احنا هنعمل خلطة تقضي على الاتش بايلوري في حاله ان انا عزلت الاتش بايلوري في البايوبسي، او لما عملت الكاربون بريس تيست، او لما عملت السيرولوجي بتاع الاتش بايلوري العيان ده انا وبعمل الانفستيجيشنز بتاعته، لقيت الاتش بايلوري هي المين فاكتور بتاع الاسيديتي،
طب خلاص يا عم، ما انا هعالج الاسيديتي بالبروتون بام والكوتينج ايجنتس والانتي اسيدز، ماشي زي الفل. طب ما تعالج الاتش بايلوري معاهم برضو، مش هي كوز؟ اشتغل عليها. جم بقى العقدين بتوع الجراحه قال لك احنا عندنا خلطه بوسه زي العسل تقضي على الاتش بايلوري. قالوا لهم ايه الخلطه دي؟ قالوا لهم اعمل 3 حاجات مع بعض: ادي مضاد حيوي لان هي بكتيريا النيتشر زي كلاريسروميسين ازيثروميسين بتاع الكوفيد، بتاع الكوفيد 19 الازيثروميسين والكلاريسروميسين، وقال لك ادي انتي انروبس المترونيدازول الفلاجيل. ايه ده يا عم، ده احنا بنديه للاميبا، ده بتاع الانيروبز بتاعت الجي اي تي وبتاعت السمول انتستين والكولون والايكولاي والبكتيريويدز والحاجات دي، ايه علاقته بالمعده؟ بيبوتنشيات الافكت بتاع الازيثروميسين على مين؟ على الاتش بايلوري. طب ماشي، ادي نوعين مع بعض. وقال لك المين فاكتور في التريتمنت هو الاتش 2 بلوكر او البروتون بامب، هتناخد الاقوى بقى، احنا عايزين خلطه عقدار محترمه، ضيف عليهم اوميبرازول، برشامه واحده فيها اوميبرازول ومترونيدازول وكلاريسروميسين او ازيثروميسين. اه يا لهوي، دي قاسمه، دي هتنزل على الاتش بايلوري هتكويها. الاوميبرازول يقلل الاسيديتي خالص يعطشها، والمترونيدازول والكلاريسروميسين يتحدوا مع بعض يخنقوها ما بين ايديهم، ودي 6 اسابيع. قال لك لا يا عم، ده جرعه قويه، 2 3 كفايه، 2 الافرج المعتاد عليه 15 يوم من البرشامه دي، اخد واحده الصبح واحده بالليل تقضي على الاتش بايلوري نهائيا وعلى الاسيديتي. 2؟ طب وبعد كده؟ انت قلت لنا العلاج 6 اسابيع، اكمل الشهر مينتننس بمين؟ بالبروتون بامب الاوميبرازول وحده، او ارجع اضيف معاه سكر الفيت، اضيف معاه بيسماس، اضيف معاه البيبسي بتاع المهضم الانتاسيدز، اضيف معاه بروستاجلاندين. يعني لو العيان عنده مشكلته الاساسيه في الاتش بايلوري مع الاسيديتي او مع الالسر، ابدا بالتريبل سيرابي بتاع الاسيديتي بتاع الاتش بايلوري، اللي هو الاوميبرازول عشان الاسيديتي، والاثنين المضادات الحيويه اللي هيقضوا عليها، المترونيدازول مع الكلاريسروميسين، وديهم لمده 2، والشهر اللي بعده كمل بالاوميبرازول وحده. ودينا عملنا ال6 اسابيع، وبعدها خش بص على الالسر بالمنظار، والله الالسر خفت نهائيا الحمد لله، ما خفتش لو كانت ديودينال خد 6 اسابيع تاني، اول 2 بالتريبل سيرابي، وبعد كده 4 اسابيع مينتننس بالاوميبرازول. جاستريك ألسر خد بايوبسي الاول، اتاكد تاني لا تكون مالجننت، والبايوبسي الاولانيه ما كانتش سيجنيفيكانت، خدت بايوبسي طلعت مالجننت تتعامل مع الكانسر، خدت بايوبسي طلعت بناين اديها علاج 6 اسابيع تاني بس، وذ ستريكت فولو اب، كل 2 العيان يجي لي اشوفه، كل 2 الست دي تجيني اطمن عليها. ده المين تريتمنت، وفكره المين تريتمنت بتاع البيبتيك ألسر. طيب ايه الرول بتاع السيرجري لحد دلوقتي؟ انت يعني ما جبتش سيره الجراحه خالص، هاجي لك بقى اقول لك اهو الجراحه، خد عندك بقى الجراحه. اي ديزيز الميديكال تريتمنت بتاعه يفشل، الخط التاني اللي بعد بتوع البطنه مين؟ احنا اللي في ظهرهم. طب الميديكال تريتمنت هيفشل ازاي؟ العين بور، ما معهوش فلوس يشتري ولا مليم، اعمل عمليه وخلاص. طب انت معكش فلوس هتعمل عمليه ازاي؟ هستلف، المهم ما اخدش علاج بعد كده. ماشي، العين انكومبليانت، انا ما فاضيش يا دكتور، ويوم اخد برشامه ويوم ما اخدش، ما اعرف شوف لي صرفه، لو في عمليه تعرف تعملها اعملها، انا ما بتاعش برشام يا عم. ازاي العمليه ليها اعراض ومضاعفات واعراض جانبيه؟ بقول لك اخلص يا دكتور، انا ما باخدش برشام، بيشنت انكومبليانت. رقم 3 فيلد، عيان زي الفل منتظم والدنيا تمام وشغال، ياخد في العلاج وما يجيبش فايده العلاج، لا الاعراض راضيه تخف ولا الارثر راضيه تهيل. طبيعي يعني، وبعدين يعني هتقعد كل 6 اسابيع تقول له كرر تاني كرر تاني، هيقول لك وبعدين يا دكتور، هي شغلانه؟ ما خلاص، ما جايبش فايده العلاج، عندك عمليه اعملها، ما عندكش اروح اشوف واحد غيرك. كل دي حاجات اسمها فيلد ميديكال تريتمنت، بيشنت انكومبليانس، بيشنت كانت بي ألسر طلعت سسبيشس مالجننس، تقول لي أكمل علاج تاني؟ بتاع الهيستوباثولوجي قال لي الألسر دي فيها هاي جريد ديسبليزيا، داخلة على النيو بليزيا يا دكتور أحمد، خلاص لا خش جراحة بقى، شيل 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 شيل، هي فيها زار دي شيل على طول، أو القرحة دخلت في كومبليكيشنز،
نزيف شديد. فاكرين البليدنج اوسفجيال فيرسز؟ البليدنج بيبتيك ألسر زيه بالظبط، ممكن يفضل ينزف من البيبتيك ألسر لحد ما يموت. هتفضل يا حبيبي هو ينزف وانت تديله بروتون بامب، ينزف وانت تديله بروتون بامب، ما جايبش فايده. خش اكوي بالاندوسكوب، خش اعمل ليزر، معرفتش خش ريشيل المعده، جاستريكتومي. يبقى في حالات الكومبليكيشن زي البليدنج او بيرفوريشن، ما احنا قلنا البرفوريشن ده في منه اكيوت اللي هو القرحه فتحت في جنرالايزد بريتونيوم، عملت جنرالايزد بريتونايتس، استكشاف وتنظيف وخياضه للقرحه، او القرحه فتحت سب اكيوت عملت لوكالايزد انفلاميشن، سب فرينيك ابسس على الناحيه اليمين او الشمال، برضو التريتمنت بتاعه جراح، يعني سب فرينيك ابسس هسيبه يعني، او عملت كرونيك برفوريشن، المعده اتفتحت وكل حاجه بس في اورجان راشق في ظهرها قافلها زي البكارينياس في البوستيرور وول اوف ستومك، او زي الليفر في الانتيرور وول بتاع الاستومك او الانتيرور وول بتاع الديودنوم. اذا الليفر فوق الاستومك في الديودنوم والبكارينياس تحتهم، ده رول اوف سيرجري. اه طبيعي العمليات الجراحيه يعني اللي انت عايز تعملها. لا اضيف واحده تاني في الانديكيشنز في رول اوف سيرجري يا جماعه، جاسترينوما، زورينجر إليسون سيندروم، الجاسترونوما سواء في المعدة أو في البكارينياس عاملة ريزيستنت ألسرز فور تريتمنت، وعاملة مالتيبل ألسرز وأتيبيكال سايتس ومش متحسنة، وشغالة دي في الأوميبرازول والبانتوبرازول واللانسوبرازول وما جيبش فايدة. خلاص إيه يا عم، في ورم سرطاني. طيب الجاسترينوما ده على فكرة 65% مالجنانت و 35% لوكالي مالجنت، يعني ورم مؤذي، وبالتالي لازم اشيله. طب انا مش عارف احدد الجاسترينوما فين في البايلورس، اعمل الاكتريوتايد سكان وصور بالجاما كاميرا، هتلاقي الجاسترينوما شفطت الاكتريوتايد او سوماتوستاتين، ما شايفهاش برضو صغيره خالص، اعمل انتريكتومي، اعمل سبتوتال جاستريكتومي، شيل البايلورس خالص، مش هي اللي فيها الجي سيلز، شيل البايلورس كلها. دي العمليه اللي بتتعمل للزورينجر إليسون سندروم لو معرفتش احدد مكانها. طب في البنكرياس عملت السيلكتيف فينا سامبلنج من السبرينيك فين عشان اشوف الجاسترين اللي طالع منها، معرفتش. عملت الجاسترينوما الاكتريوتايد سكان برضو معرفتش. لو معرفتش تحدد السايت بتاع الجاسترينوما في البنكرياس توتال جاستريكتو نفس الكلام. ما انت لما معرفتش في الاستومك شلت البايلورس، شيل البايلورس هنا برضو. يا عم الورم في البنكرياس انا عارف بس انا مش قادر اوصل له، خلاص شيل التارجت، شيل الاستومك، توتال جاستريكتومي. شوف هنا انا عملت ايه، توتال جاستريكتومي، ما عملتش بارشال. ليه؟ انا عايز اشيل التارجت كله، ما الجاسترين بيطلع من الجي سيلز اللي في البايلورس، بس هو المره دي طالع منين؟ من الجي سيلز بتاعت البنكرياس، وبالتالي هشتغل على المعده كلها. فما تجيش تقول لي هعمل بارشل، كلها توتال جاستريكتوم يا باشا، عشان ما يسيبش حته فيها تبقى رياكشن للجاسترين. اما الجاسترينوما بتاعت الاستومك هي مش هتطلع غير من البايلورس بس. طب اشيل ليه المعده كلها؟ ما اشيل البايلورس بس وانا كده متاكد 100% ان انا شلت الجاسترينوما. اذا السيرجري بتاعت الجاسترينوما بتاعت المعده ليميتد، اما السيرجري بتاعت الجاسترينوما بتاعت البكرنياس اجريسيف. ده اللي قال عن وأضل في البنكرياس من التوتال جاستريكتومي لو عرفتها، لقيتها في الهيد والنك ويبل، يا لهوي الويبل اوبريشن اللي حكيتها لنا في 16 ساعة ولا في 12 ساعة دي، اعملها عشان الجاسترينوما؟ اعملها، امال يعني هعمل ايه؟ ما ألسر ريزيستنت فور تريتمنت، مش راضية تخف. طب لو الجاسترينوما حددت مكانها في البودي والتيل، ديستال بنكرياتيكتومي مع سبلينكتومي، اشيلهم بالطحال. طيب ده الرول اوف سيرجري لما يفشل الميديكال او لما يبقى فيه كومبليكيشنز او في حالات الزولينجر إليسون سيندروم. ايه السيرجري اللي انا المفروض هعملها؟ ايه العمليات؟ والله المتوقع منكم يا دكتور عبير ان انت تقولي لي والله يا دكتور عين الديودينال ألسر، هتشيل الديودينام يعني؟ ما نقدرش نشيل الديودينام، هتعمل ويبل، ما احنا قلنا الديودينام مع البكارينياس بيتشالوا مع بعض، حته قرحه حميده ريزيستنت فور تريتمنت، ولا العيان مش راضي يجيب علاج، ولا مش راضي يعمل مش عارف ايه، ولا مش راضي ياخد البرشام في ميعاده، هتشيل اللي فيها الديودينام والبنكرياس؟ هقول لك لا. طب امال تعمل ايه؟
ما العلاج ما جابش فايدة، اللي بيقلل الاسيديتي. والله خد فاكتور بيقلل الاسيديتي جوه البطن، زي مين؟ زي الفيجاس. مش هو المين ستيميوليتور للبارايتال سيلز عشان تطلع الاتش سي ال؟ اعمل فاجوتومي. يا لهوي يا دكتور، رايت ولا ليفت؟ اللي هم اتحولوا في البطن بقى انتيرو بوستيرو. ايه رايت ليفت انتيرو؟ كله انتيرو بوستيرو فاجوتومي. ايه ده يا دكتور؟ ده الفيجاس بتاع الباراسمباثيك بتاع الجسم كله. انت عايز نيجي للفيجاس من لغلوغه عند الجاسترو اسوفيجيال جانكشن وهو لسه هيدخل الاستومك، هو وجاي على ضفاف الاسوفيجاس يمينه وشماله ولف مع الاستومك بقى انتيرو بوستيرو، عايز تشيلهم في الحته دي. صعبه. ديسكشن ومانيبيوليشن. دكتوره منال الشريف ويلكم بيك. ديسكشن ومانيبيوليشن عند الجاسترو اسوفيجيال جانكشن عشان تعمل فاجوتومي. هعملها. طب ومشاكلها ايه يا دكتور؟ للصبح مشاكل، خد عندك بقى. مفيش بارا سمباثيك رايح للهباتو بلياري سيستم، اصل الانتيريور فيجاس يا دكتور اللي كان ماشي انتيريورلي على الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك كان بيدي هيباتيك برانش، بيروح يدي الليفر والجول بلادر والكومون بايل داكت، بيكونترول الفانكشنز بتاعتهم والماسلز. اول ما يروح لهمش ستيزز والسفنكتر كوليديكاس بتاعت الجول بلادر خلاص باظت وبقت مش شغاله، والجول بلادر بقت ديستندد ومليانه حشوه وراكده ومفيش اي تفاعل، مفيش فيجاس. هو اللي كان بيستيميليت الجول بلادر عشان تكونتراكت وطلع البايل اللي فيها عشان يهضم، بقت ديستندد وبقت الرياكشنري، مفيش فيها رياكشنز. ابتدي يحصل ستيزز في البلياري سيستم وحشوه ورا حشوه ورا حشوه وانفكشن ورا ستيزز، انفكشن ورا ستيزز. كل المصايب دي عملها الانتيريور فاجوتومي يا دكتور في الليفر والبلياري سيستم. يس. البوستيرو فيجاس يقول للانتيريور فيجاس يعني انا صغير، انت اديت لي الكبد وعملت لي الهباتو بلياري سيستم وانا ايه؟ ماليش لازمه. طب انا هدي برانش الكول الجي اي تي السمول انتستين والكولون لحد الهايند جات. الهايند جات الباراسمباثيك نيرف سبلاي بتاعها جاي من بيلفكس بلانكنيك بلكسس ابر ولور او جريتر وليسر. غير السوبيرو والانفيرو او الجريتر والليسر سبلانكنيك سمباثيك بلكسس. ما انا عايز اقول لك ان سبلانكنيك معنى كلمه سبلانكنيك يعني جي اي تي، وبالتالي سبلانكنيك سمباثيك السمباثيك بتاعت الجي اي تي، سبلانكنيك برا سمباثيك البرا سمباثيك بتاعت الجي اي تي. يعني كلمه سبلانكنيك ما تضايقكش ما تزعلكش، معناها جي اي تي. طيب ماشي. البوستيرور فيجاس ادى برانش، ادى السمول انتستين والكولون كله لحد قبل الهايند جات. بيعمل ايه؟ بيظبط الموتيليتي بتاعته. اول ما قطعت البوستيرور فيجاس مصيبه، البرانش اللي كان بيظبط الموتيليتي بتاعت الجي اي تي باظ. يبتدي جي اي تي كل ما تاكل يجري بسرعه عايز يطرد الاكل ويفض. اسهال العيانين بعد الفاجيتومي بيفضل طول عمره اسهال مزمن رايح جاي عليه. دي عمليه معفنه يا دكتور، دي عمليه قذره. انت ضربت الهباتو بيلاري سيستم، الانتيرور فيجاس اللي كان بيدي هباتيك برانش يدي الهباتو بيلاري سيستم باظ، والبوستيرو الفيجاس اللي كان بيدي برانش للجي اي تي باظ. بيجي العيان عنده اسهال ريباوند، على فكره ريباوند الجي اي تي حصل فيه ريباوند ارتداد، اللجام اللي كان بيلجمه الفيجاس راح. يبتدي يجري زي الحصان يجري في السماء. هعمل ايه يعني؟ اسيديتي ومش راضيه تخف، السر ومش راضيه تخف، خد علاج وفيلد، عيان ما معهوش فلوس، عيان منتهي، عيان ضايع، جه رمى نفسه تحت رجليك وقال لك اعمل العمليه. هتعملها له؟ هعمل فاجوتومي، ملهاش حل غير كده، لان الفيجاس مين ستيميوليتور للاتش سي ال، وبالتالي هقلل الاسيديتي وابتدي يحصل هيلينج للالسر. طيب شلت الانتيرور فيجاس والبوستيرور فيجاس من لغلوهم عند الجاسترو اسوفجيال جانكشن، مشاكلهم الانتيرور فيجاس بيدي هيباتيك برانش باظ الهيباتو بيلاري سيستم، والبوستيرور فيجاس بيدي برانش للسمول انتستين والكولون يظبط الموتيليتي باظت وبقت اسهال. خش على اللي بعده. الانتيريور برانش بيدي برانش اسمه انتيريور نيرف اوف لتر جي، ال اي تي اي ار لتر جيت، لتر جيت او لتر جي. يس. واخوه البوستيريور زيه بالظبط بيدي بوستيريور برانش اوف لتر جي لتر جيت. طب ايه قصه الانتيريور لتر جي والبوستيريور لتر جي؟ دول اللي بيكونترول الباراسمباثيك بتاع البودي والفاندس بتاع الاستومك.
يعني هم اللي بينظموا حركة البودي والفندس بتاعة الاستومك. يعني عايز تقول لي ان لما بيتقطع الانتيريور والبوستيريور نيرف اوف لاترجيه نتيجة ان انت قطعت الفيجاس من فوق اصبحت الفايبرز بتاعتهم ميتة، الموتيليتي بتاعة الفندس والبودي بتاع الاستومك باظت؟ يس. جاستريك ابسيت، ابدومينال بين، ابدومينال ديستنشن، يوه مصايب ليل نهار كده. يس. خد اللي بعده، الانتيرور فيجاس بعد مادة الانتيرور نيرف اوف لاترجيه للبودي والفندس فاضل البايلورس، اداها شوية برانشز عاملين زي رجل الغراب، فاكرين مسلسل هبة رجل الغراب؟ سميناهم بيس انسيريني، ده اللاتيني. طيب واليوناني مش عارف، ولا الاغريقي؟ كروس فوت، كرو يعني غراب، فوت رجل الغراب. طيب ماشي، البوستيريور فيجاس عايز يدي اي حاجه، راح الانتيرور فيجاس لطشه بالقلم، كفاك انا الاساس وانا اللي قدام، انا القائد، لازم افرق عنك شويه. راح البوستيريور فيجاس سكت، قال له فعلا انت اخويا الكبير، البرانش الاكبر هو الانتيريور. طيب كل دي مشاكل الفيجاس؟ يس. مشكلة على مستوى الهباتوبيليري ملهاش أي تصليح، مشكلة على مستوى الجي أي تي ملهاش أي تصليح، إسهال مزمن، مشكلة على مستوى الفاندس والبودي، الريتيشن وجاستريك أبسيت وديستنشن ملهاش تصليح. مشكلة الكروس فوت بقى، لو أنت قطعته نتيجة إن أنت قطعت الفيجاس نيرف فوق خالص من لغلوغه، مصيبة، البايلورس هيحصل فيها ريفلكس سبازم، هتقفل. دي بقى لا تستقيم معها الحياة، ده نوع من أنواع الانتسانر بستراكشن، انسداد في المخرج بتاع المعدة يا حبيبي، يعني كل الأكل هيتحوش في المعدة وترجعه بعد كده، مفيش ولا لقمة هتعدي. لا، العلماء قالوا طب خلاص هنا بقى وقف. طب أول ما جينا عند الكروس فوت يعني خلاص كده، إيه يعني ما لهاش صرفة، الاستومك باظت والبيلورس باظت. قعدوا يفكروا ويعملوا دراسات وأبحاث، دراسات وأبحاث، دراسات وأبحاث. قال لك طب تيجي نعمل ايه بقى، ما تيجي بدل ما ناخد الفيجاس من لغلوغه، من الترانك بتاعه، من المين ترانك بتاعه، والعملية اسمها ترانك الفاجوتومي، تعالى نعمل حاجة اسمها سيلكتيف فاجوتومي. يعني امسك الاتنين فيجاس عند الجاستروسوفجيال جانكشن ويمشي معاهم شوية، هما ماشيين على ليسر كيرفيتشر، وفي نص ليسر كيرفيتشر اربقهم. ياه، وايه اللي استفدته يا اخويا؟ قال لك والله لما نزلت شويه لحد تحت النص الاستومك كده وربطتهم في نص الليسر كيرفيتشر، الانتيريور ادى الهباتك من فوق من عند الجاستروسوفجيال جانكشن، انت حافظت على الهباتوبيلياري سيستم، والبوستيريور برضو ادى البرانش بتاع السمول انتستين والكولون، مفيش اسهال ومفيش مغص وتقلصات زي الفل. بس لما ربطت حضرتك عند الميدل بارت بتاع الليسر كيرفيتشر، ربط الانتيرور نيرف اوف لاترجيه والبوستيرور نيرف اوف لاترجيه اللي هم بتوع الفاندس والبودي، وربط برضو الكروس فوت انتيرور اللي هي بتاعت البايلورس، العلماء فكروا اكتر شوية، طب ما تيجي نعمل بدل سيلكتيف هايلي سيلكتيف فاجوتومي. ايه قصة الهايلي سيلكتيف فاجوتومين؟ قال لك زي ما كنت بتاخد في السيلكتيف عند نص الليسر كيرفيتشر، خد عند نص الليسر كيرفيتشر، بس تعمل ايه؟ خد البرانشز اللي داخله للبودي والفندس فقط لا غير، وحاول تحافظ على البرانشز اللي رايحه فين، رايحة عند البايلورس، لأن البايلورس ما ينفعش تتقفل، قفلة البايلورس مشكلة. لقيوا إن هي دي عايزة جراح، يعني بص يعني إيه، بالشوكة والسكينة، يشوف الأرتري اللي ماشي، لا ده أرتري سيبه، الفين اللي ماشي، لا ده فين سيبه، النيرف اللي ماشي ده نيرف، طب تعالى ده رايح بايلورس ولا رايح بودي، رايح بودي اربطه، رايح بايلورس سيبه. طب تكلم إيه إزاي، ده شعر، ده عامل زي الشعر الليمف ده ومحدش بيشوفه، عايز ميكروسكوب، وانا هقعد في العملية افلي؟
كل ليمف ولا سوري النيرف قصدي، الشعرات بتاعت النيرف كل شعره رايحه في حته، اشوفها رايحه فين واربطها ولا ما اربطهاش. فابتدوا العلماء يحصل منهم فلسز في الهايلي سيلكتيف، بيقوا بيربطوا الارترز والفينز والليمفاتكس مع النيرفز، ما عارفش حاجه، مش واضحه الدنيا. ابتدى يحصل حاجه اسمها نكروزز على ليسر كيرفيتشر وول، ما هي نتيجه ربط الارترز والفينز، كونجيشن واسكيميا. طبعا مش ديس، ليه؟ لان رسومك هايلي فاسكولار. ان انت تقول لي في غرغرينه في المعده دي مصيبه، دي معناها ان قفلت كل الحنفيات اللي مدخله على المعده، وده رير. نجوم العلماء بعديها قال لك طب بص بقى، خلاص سيبك من الهايلي سيلكتيف فاجوتومي دي وحشه مش قوي، ما تجيش تاخد البرانشز بتاعت الفيجاس على اللي صار كيرفيتشر، سيبهم يدخلوا الاستومك اصلا. وكده الارتري دخل الاستومك، والفين دخل الاستومك، والليمف طالع من الاستومك، والنيرف دخل الاستومك برضو ماشي، بس انا عايز اقطع النيرف، عايز اعمل فاجوتومي. قال لك تعالى على الوول بتاع الاستومك، الانتيرور وول بتاع الاستومك ناحيه الليسر كيرفيتشر، وجرحه، يعمل انسيجن فيه، ياخد الميوكوزا وياخد السيروزا والماسكيلوزا بس. ايه اللي استفدته انا يعني؟ جرحتها، عملت كيرف شبيه بالليسر كيرفيتشر على بعد 1.5 سم من الليسر كيرفيتشر، ورحت واخد خط بالسكينة قطعت فيه السيروزا والماسكلوزا بس، اسمه سيرو مايوتومي. ايه فايدته؟ قال لك انت لما تعمل السيرو مايوتومي دي، النيرف داخل سوبرفيشيال في الحتة دي في السيروزا والماسكلوزا، اما الارتري والفين دخلوا ديب في السب ميوكوزا. اذا انت هنا بالسيرو مايوتومي اسطت النيرف فقط لا غير، وسبت الليمف والارتري والفين، وتحاشيت الاسكيميا اللي بتحصل على، او النكروزز اللي ممكن يحصل على الليسر كيرفيتشر والاومنتوم بتاعه. وفعلا دي عمليه ناجحه جدا 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 جدا، بس جات الدروباكس بتاعتها ايه؟ جراحين ايديهم تقيله، يروح ضارب بالمشرط ضربه جامده يروح خارم المعده، خد سيروزا وماسكولوزا وراح داخل على السب ميوكوزا والماسكولوزا وفتح المعده، ده رقم واحد. جراحين ايديهم ناعمه جدا وخوافين وجبنه، جرح السيروزا بس وما جرحش الماسكلوزا، ريكارنس، قاعد العيان زي ما هو بالاسيديتي. ايه يا عم الجرف والعفن ده؟ يعني السيرو مايوتومي مش نافع، واللي قبلها الهايلي سيلكتيف مش نافع، واللي قبلها السيلكتيف مش نافع. قالوا بصوا احنا هنيجي نرجع للفاجوتومي الترانكل. قالوا لهم يا جماعه دي مصيبه، هيباتوبيلياري مفقود وسمول انتستين مفقود وفندس وستومك مفقود وبيلورس مفقود، قال لك كله يهون عادي، المريض ممكن يتعاون مع الهيباتوبيلياري مشاكل ويتعايش مع الجي اي تي مشاكل ويتعايش مع الفندس والبيلورس ان هما ما بيتحركوش كويس، لكن احنا قلنا يستحيل الحياة مع البيلورس. قال لك خلاص اعمل حاجة اسمها عملية تجميلية في البيلورس اسمها بيلوروبلاستي. يعني ايه بايلوروبلاستي؟ شق الميوكوزا، شق السيروزا والماسكيلوزا والسب ميوكوزا الميوكوزا. يا لهوي، خرمت البايلورس، خرمتها هي، خرمتها خرم بطول. طب ماشي استفدت ايه يعني؟ بصيت جوه الميوكوزا بتاعت البايلورس وشفت الاستومك من جوه وشفت الديولنا من جوه، فرحان؟ لا مش فرحان، اقفلها تاني. يا سلام، زي ما فتحتها اقفلها، لا اقفلها بالعرض بقى، مش فاتحها بطول، اقفلها بالعرض. هتكشكش، من عايزها تكشكش وتعرض. باظت البايلورس، من عايزها تبوظ تفضل مفتوحه على طول كده. اذا انت تقدر تعمل ترانكا الفاجوتومي من فوق خالص وتربط الفيجاس من لاغلوغ وتبقى الدنيا زي الفل، وما تخافش من البايلورس تتسد، لو عملت فيها العمليه الصغيره دي اللي اسمها بايلوروبلاستي، فتحتها بطول ورحت قافلها بالعرض، او فتحتها بالعرض وقفلتها بطول، كشكشت ووسعت وباظت، اللقم والاكل هتعدي منها، والعيش والسلطه والملوخيه والشوربه والسبانخ والرز والحاجات دي هتعدي منها زي الفل، دي اسمها بايلوروبلاستي. فسابوا بقى الحسوكه والسيرو سب ميوكوزال والسيرو مش عارف مايوتومي والسيلكتيف والهايلي سيلكتيف، قال لك يا عم خليك في الستاندرد، فاجوتومي على ابوه من لغلوغه واعمل البايلوروبلاستي.
طيب نجوم جماعة بقى، واحد اسمه فيني، واحد اسمه جابولاي، قال لك احنا مش هنعمل البايلوروبلاستي التيبيكال اللي انتوا بتعملوها دي، هنعمل شوية تعديلات ودايلاتيشن ونخيط المسلز ونوسع المسلز ونعمل مش عارف ايه وايه وايه، ديتيلز ما انزل الله بها من سلطان. والعلماء ساعتها قعدوا يقولوا لهم انتوا ما بتفهموش حاجة على فكرة يا فيني انت وجابولاي، وشطبوهم من كتب الطب ومن كتب الجراحة، وقالوا الموديفيكيشن بتاع فيني وجابولاي على البايلوروبلاستي الستاندرد اللي احنا بنعملها دي ملوش اي لازمة والغوها، وقالوا ما تخلوش الطلبة يحفظوهم. امال انا شارحهم لك ليه؟ عشان تعرف ان في واحد اسمه فيني وواحد اسمه جابولاي قعدوا يخترعوا ويحاولوا يعملوا موديفيكيشن على البايلوروبلاستي. طيب ماشي، جم جماعة تاني من العلماء قالك على فكرة أنا ممكن أعمل حاجة أحلى من الفيلوروبلاستي. إيه هي؟ باي باس جاستروجينوستومي، مش عايز البايلورس أصلا ولا الديودرم، سيب الديودرم يجيب البايل اللي فيه اللي جايله من الليفر عادي خالص، وروح على الجوجنوم وأنا هعمل جاستروجينوستومي، مش عايز البايلورس في حاجة، الأكل ينزل من الأسوفجس للاستومك على الجوجنوم على طول. قالوا لهم على فكرة دي زي الفل، دي كمان غطت على الفلسس بتاعة البايلوروبلاست. واحد محسوك ما عملش البايلوروبلاست كويس، او عملها اجريسيف زيادة عن اللزوم وخيط غلط، عمل برفوريشن في المعدة، الجاستروجينوستومي اكسبتد، واعملها براحتي انا بقى، اوسعها اعملها القدر بتاع الدايمتر بتاع الوصلة بتاعتي نص سنتي سنتي 2 سنتي 3 سنتي 10 سنتي 20 سنتي براحتك، شوف انت عايز تنزل الاكل من المعدة على الجوجنم واسع ولا ضيق، ده اسمه الدايمتر اوف انستوموزيس. انا ممكن اعمل انستوموزيس ما بين انبوبه واسعه وانبوبه واسعه، او انبوبه ضيقه وانبوبه ضيقه. طيب اذا عايز تقول لي الستاندرد اوبريشن في الديودينال ألسر، يا اما تعمل ترانكال فاجوتومي، فاجوتومي عند اللاغلوغ، واعمل درينج بروسيجر، يا اما تعمل الجاستروجينوستومي او تعمل البايلوروبلاستي. طيب تاني اشهر عمليه اللي هي لسه ليها بقايا، مش السيرومايوتومي، احنا قلنا السيرومايوتومي غلستها انه لو جراح غشيم بيرفوريشن في الاستومك، جراح ناعم ومحسوك هيفتح السيروزه، بس قال لك خد اللي قبلها بقى اللي هي العمليه الصعبه اللي هي الهايلي سيلكتيف فاجوتومي، اللي هي تيجي عند الليسر كيرفيتشر، قبل الليسر كيرفيتشر هي والارتري والفين والنيرف والليمف داخلين من الاومنتم، وتشرح بقى في الاومنتم وتمسك النيرفز كلهم تربطهم وتسيب الارتري والفين والليمف، يعني من الاخر دي بتاعت مين؟ بتاعت الجراحين المحترمين، جراحين معده حافظين الاناتومي بتاع المعده وعارفين الليمف شكله ايه بتاعها وعارفين مداخله ومخارجه، ويخش عليهم على طول، انا عارف هنا في ليمف اربطه، كل شويه اقول ليمف، هنا في نيرف اربطه، هنا في نيرف اربطه، هنا في نيرف اربطه، ربطهم في ساعه وخلص. اما الجراحين الفشل اللي ما عندوش خبره في المعده هيقعد يربط عمياني وهيعمل اسكيميا ونكروزز على الليسر كيرفيتشر بتاع الاستومك، هي مش جانجرين عشان ما حدش فيكم يبعت لي بعد الحصه ويقول لي اسكيميا ونكروزز يعني ماتت، لا، في فرق بين النكروزز والجانجرين، النكروزز اصبحت التيشو اسكيميك مش حلوه دبلانه، لكن نوت جانجرينس نوت ديد ات اول. يبقى اشهر عمليتين، عمليه بتاعه جراحين المعده المتخصصين اللي هي الهايلي سيلكتيف فاجوتومي اللي هي بربط فيها النيرفز هم وداخلين، البرانشز بتوع الفيجاس هم وداخلين على البودي والفندس، واسيب بتوع البايلورس واسيب بتوع الهيباتيك واسيب بتوع الجي اي تي، يعني اتشطرت على الفندس والبايلورس، ما هم اللي فيهم البرايتال سيلز يا باشا، شفت الجمال، ما هم دول اللي فيهم البرايتال سيلز، وبالتالي البرانشز اللي انا ربطتها اللي رايحه تستحسهم، وبالتالي البرايتال مش هتشتغل، هي دي قيمه الهايلي سيلكتيف فاجوتومي، ان انا سبت كل البرانشز معديه زي الفل ورحت اتاكد بس بتوع الفندس والبودي اللي هم بتوع مين؟ البرايتال سيلز، وسبت الكروس فوت وسبت الهيباتيك وسبت الجي اي تي البرانش اللي بيروح للسمول انتستين والكولون يحسن الموتيليتي بتاعته. هذه هي قصة عمليات الديودينال ألسر. عمليات الديودينال ألسر فيها ديتيلز ضعف دي 50 مرة، وفي كتب في عمليات الديودينال ألسر. هل مطلوبة منكم؟ نو. انتوا لو عرفتوا الكلمتين اللي انا قلتهم دول بيرفكت، مش عايزين اكتر من كده منكم. طيب ماشي، القصة في الديودينال ألسر قصة اسيديتي، القصة في الجاستريك ألسر هتعمل فاجوتومي تبقى فاشل. ليه يا دكتور؟ ما انا لو عملت فاجوتومي على فكره العين هيتحسن،
مش انت علمتنا وحفظتنا في الميديكال ان انا لما بدي اتش 2 بلوكر او بدي بروتون بامب انهيبيتور واخنق البارايتال سيلز بساعد الميوكاس بارير ان هو يتحسن، قللت الاسيديتي حتى لو كانت الدنيا نورمال، اسيديتي خليها هايبو هايبو، خليها هايبو خالص وبيتحسنوا. نفس الفكره لو عملت فاجوتوم هيتحسن، هيتحسن ايوه، بس انت فتحت ودخلت جوه وشفت الالسر بنفسك وانا محفظك من اول الجاستريك الالسر ريسك اوف مالجنسي، ما خفتش يبقى مالجنسي، لقيتها ريجولار ان شيب يبقى مالجنسي، لقيتها كبيره مالجنسي، لقيتها تيبيكال سايت مالجنسي، لقيتها مش عاجباك مالجنسي، لقيت ريحتها وحشه مالجنسي. ايه يا عم بتتجاهل كل المالجنسي ده وسايب القرحه ورايح تعمل فاجوتومي؟ شيل القرحه نفسها واخلص، عشان حتى لو مالجنن تبقى شلتها. اذا عمليات الجاستريك ألسر جاستريكتومي نقطه، اوعى تجيب سيره الفاجوتومي فيها، هيضحك عليك هيقول لك ده تعبيط. قول له على فكره الفاجوتومي هيجيب فايده يا دكتور والعين هيخف، هيقول لك تصدق صح يا ابني، بس هيرجع يقول لك طب يا ابني ما دي جاستريك ألسر. قول له فعلا الفاجوتومي بتجيب فايده، بس انا مش هعملها بمزاجي، انا هشيل على طول فور فير اوف مالجنسي. هيقول لك هتشيل قد ايه؟ قول له والله يا باشا لو الالسر صغيره وفي البايلوراس ممكن اشيل البايلوراس كلها، اشيل البايلوراس بالانترم بالبهو بتاعها بالسفنكتر بتاعتها كلها انتريكتومي. هيقول لك بس هي دي اللي اتشقرت عليها. اقول له ايه البايلوراس 50% من المعده، انا شايل نص المعده يا دكتور، وبعدين ما هي ألسر صغيره ومكانها في البايلوراس اصلا، وانا شلت لك الجي سيلز كلها اللي في البايلوراس اللي بتطلع الجاسترين المين ستيمولانت بتاع الاتش سي ال، مش انت كنت زعلان ان انا ما شلت لكش الفيجاس؟ اديني شلت لك واحد قوي لا يقل قوه عنه، شلت كل الجي سيلز اللي في المعده، مفيش جي سيلز في المعده، مفيش جاسترين، يعني برضو قللت الاسيديتي وخلصت من القرحه. طيب لقيت الالسر بقى بري بايلوريك على الليسر كيرفيتشر ضلع فوق شويه، اشيل الحته اللي حوالين الالسر بسيفتي مارجن؟ نو. هات كراسه الرولز بتاعت الطب، الكراسه اللي حاطينها على جنب، انا محفظك رول في الاسوفجس وفي الاستومك ان كل ما يكون الليجن فوق رايح ناحيه فوق رايح ناحيه الماوس في التلت اللي فوق او النص اللي فوق خليك اجريسيف اكتر، يعني الليجن اللي تحت هو الالسر لما كانت في البايلوراس شلت البايلوراس وخلاص. طب الليجن فوق البايلوراس في البودي في الليسر كيرفيتشر بري بايلوريك، اشيل الحته بتاعت البودي دي بس طالما طلع لفوق هتشيل اللي تحت واللي فوق مع بعض، يعني هشيل البايلوراس كلها وهشيل الحته بتاعت البودي اللي فيها الالسر كلها سب توتال جاستريكتومي هتشيل 75% من المعده. يا لهوي. طب خد بقى عندك، امال لو الالسر فوق فاندس في البودي فوق خالص توتال يا باشا توتال جاستريكتوم يا عم، ده قرحة صغيرة بناين مش ماليش دعوة، بناين صغيرة النهاردة ممكن بكرة تقلب كانسر ولازم اشيل، طالما شيلت فوق لازم تشيل اللي تحته، يبقى في قاعدة عندي في الاسوفيجس، يعني الابر سيرد كانسر اسوفيجس توتال اسوفيجكتومي، الميدل سيرد كانسر اسوفيجس توتال اسوفيجكتومي، اما اللور سيرد كانسر اسوفيجس انا ممكن اشيل تلتين الاسوفيجس واسيب التلت اللي فوق، كانسر في البايلورس في الاستومك ممكن اعمل سب توتال اشيل التلتين اللي تحت واسيب التلت اللي فوق، لكن لو كانسر في النص في المعده او فوق عند الفندس توتال اسوفيجو جاستريكتومي، ده انا باخد الاسوفيجس كمان حلاوه تروح معاها. يعني دي عمليات المعده يا دكتور الانتريكتومي 50% السب توتال 75 او 80% التوتال 100%، فيش حاجه بين البنين كده، مصطلح مايع بنحب المياع احنا يا دكتور بارشيال جاستريكتوم، مصطلح قديم ومعفن وبطل وما بيستخدمش في التكست بوكس الجديده، بس ده حاجه ما بين الانتريكتومي اللي هي 50 وما بين السب توتال اللي هي 75. طب ما بين ال 50 وال 75 كام؟ 65 بس، البارشيال 65 يعني البايلوراس وحته صغيره. يبقى الجريدز بتاعت انواع الجاستريكتومي انتريكتومي 50% فوقيها بارشيال 65% فوقيها سب توتال 75 او 80% فوقيها توتال 100%. ليه بعمل جاستريكتومي في المعده؟ عشان خاطر الريسك اوف مالجنسي، وفي نفس الوقت انا كده كده شايل البايلوراس واي حاجه تاني معاها
فانا شايل الجي سيلز وبالتالي انا هرتاح، قللت الاسيديتي برضو. طيب استدعوا الدماغ النظيفه بقى قبل الفجر عشان الفجر خلاص قرب، احلى دماغ. انت بعد ما تشيل ده انت هتعمل توصيلات هنا بقى، ده الكلام هنا اختلف، مش فاجوتومي وجاستروجينوستومي ولا فاجوتومي ومعاها بايلوروبلاست يا باشا، انت هنا هتعمل توصيلات. خد اسهل حاجه، لو انا شايل البايلورس عندي الديودنم وفكسد في مكانه وما اقدرش احركه من مكانه، متعشق في البكارينياس فاتح بقه، ما انت شلت البايلورس منه، وعندي البودي بتاع الاستومك فاتح بقه. اول عمليه اتعملت عملها عمنا بيلوروس ملك جراحات المعده الزمان في الثلاثينات والاربعينات، عمنا بيلوروس قال لك بس ولا حاجه، هات البودي بتاع الاستومك خيطه في الديودنم، جاسترو ديودينوستومي. جاسترو ديودينوستومي اناتوميكال وحلوه، الاكل ينزل من الاسوفجس على الاستومك على الديودينوم وخلاص، بس مفيش ايه بايلوراس، مفيش ضابط المرور بتاع الاكل، كل الاكل نازل بالاتش سي ال من غير هضم ومن غير اي حاجه على الديودينوم. لقيوا ان الجاسترو ديودينوستومي دي ليها اعراض كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا، ليه؟ الديودينوم فيكسد، انت جايب حاجة فيكسد مثبت معاها حاجة موبايل اللي هي مين؟ البودي بتاعت الاستومك، وبالتالي الديودنم اللي فيكسد ده بيخلي الانستوموزز عرضة ان هو يفتح، يفصلوا من بعض. دايما لما تبقى موصل حاجتين ببعض، لما يبقوا هما الاتنين موبايل مع بعض يبقوا يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض حلوة، لكن حبيبي موصل حاجتين، واحد فيكسد واحد موبايل، الموبايل ده لو اتحرك هيتمزع من الديودنم، فعلا ليجي كومبليكيشنز رهيبة للجاسترو ديودينوستوم. راح قال لك يا عم طب خلاص يا عم، طالما الجاسترو ديودينوستومي كده مش جايبة فايدة الغيها يا عم، خلاص هعمل ايه يعني؟ طب ما تيجي نعمل حاجة حلوة، بيلوروس نفسه برضو اقفل الديودنم واقفل البودي، مش الاتنين في ديسكريبتسي بينهم ما بين بعض، واحد فيكسد وواحد موبايل، هو كان بيحصل انجل ما بينهم لان البودي واسع وعريض، بقه عريض والديودنم بقه صغير، وكان بيبقى في انجل بينهم ما بين بعض بيحصل منها ليكج وبليدنج، والبايل يعدي منها وينزل في البطن ويعمل بريتونايتس وباد هيلينج. اقفلهم هما الاتنين، غرز 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 غرز، قفلتهم خالص. ماشي، انا اصبحت عندي معده مقفوله وديودنم مقفوله، هوصل مين بمين؟ مش المعده موبايل؟ هات لها حاجه موبايل زيها، مين الموبايل بعد الديودنم؟ جوجنم، هات لها لوب في جوجنم وخيطها فيه، جاسترو جوجنوستو. وهنا بقى انت ايه، على قد فتحه الجوجنم هتفتح فتحه في الوول بتاع الاستومك، يعني هما الاثنين مفيش ديسكريبنسي بينهم ما بين بعض، اهو أنبوبة قصاد أنبوبة نفس الوسع، على قد ما تفتح في الجوجنم هتفتح في الاستومك على قده. ياه ده زي الفل، ده احنا صلحنا مصيبة الجاسترو ديودينوستومي المعفنة، كنت بخيط بق كبير خالص مع بق صغير، وافضل اضيق في ده واوسع في ده واشد في ده وارخي في ده. ده مش بس كده يا حبيبي، ده الاتنين موبايل مرتاحين مع بعض، الاستومك موبايل عشان بريتونايزد والجوجنم موبايل. طيب ماشي زي الفل، ده حلو قوي. فشلت برضو يا عمنا بيلوروس، ليه يا عم عايزين ايه تاني؟ انت عارف يعني ايه اكل من الاسوفجس على الاستومك على الجوجنم؟ مصايب، كومبليكيشنز للصبح، ستيزيز، الاكل ما بيتهضمش كويس، مال ابزوربشن، حاجه اسمها دامبينج سندروم هشرحها بكره مش النهارده خالص مش وقتها، كومبليكيشنز يعني. عمنا بيلوروس رمى طوبة وقال خلاص حلو بعيد عني، انا ده اخري في المعدة، يا جاسترو ديودينوستومي وتستحمل ان هي ما تحصلش فيها ليكج وتخيطها كويس، عايز تريح نفسك من الليكج وان الديودنم فيكسد خيط الديودنم في الاستومك واعمل جاسترو ديودينوستومي، وسعها براحتك وضيقها براحتك يا حبيبي، والاتنين موبايل وما فيهاش ليكج. تقول لي بقى الاكل نزل بسرعة على الجوجنم، الاكل هرج جوجنم، الاكل مش عارف ما تهضمش كويس، اي يا عم ما احنا بنتكلم في ألسر في الاستومك وكانسر، هعمل لك ايه يعني؟ جه بعده
واحد اسمه بوليا او بيليا، بس اوعى تنسوا تكتبوها بيليا. بوليا ده على الدكتور محمد المضري كان بيليا بتاع بيلاروس، كان هو اللي بيساعد بيليوس بيلاروس. قال لك طب في حاجة حلوة أنا ممكن أعملها على فكرة. قال له إيه بيلاروس؟ يعني إيه الجديد اللي هتعمله عني؟ قال له أنت يا بيلاروس غرقت غلطتين في عمليتك التانية، قفلت معدة وقفلت دين وما عملت وصلة، وسايب معدة مقفولة، السايد بتاع المعدة اللي مقفول، وسايب السايد بتاع الديودنوم من المقفول، الأكل ممكن يجي يعدي عليهم ويفرقعهم. يعني سايب أنبوبتين قافلهم مخيطهم أنت بإيدك ممكن يفرقعوا، غير الوصلة اللي أنت عاملها الجاستروجينوستومي. بيلاروس قال له فعلا يا أخي. طب هتعمل أنت يا بولي؟ قال له ولا حاجة، هقفل الديودنوم بس. قال له ماشي. وبق المعدة المفتوح قال له هخيطه في الجوجنوم. قال له يا دي مصيبتك، البق الواسع خالص ده عشان توصله بجوجنوم لازم تفتح فتحة كبيرة في الجوجنوم وتعمل وصلة واسعة. اه قال له هوصلها بولي. ايه يعني؟ المهم انا كده ما عنديش بلايند اند غير في الديودنوم بس، بدل ما كان عندك انت 2 بلايند اند وعملت وصلة واسعة اهو عشان ما تتسدش. بيليروس قال له طب تعالى اعملها كده ونشوف يا بيليا. عملها بيليا من هنا والعينين دول كلهم بيغمى عليهم، ياكلوا يغمى عليهم، ما ياكلوش يغمى عليهم. ايه يا عم العينين الهفقة دي؟ قعد يدرس الموضوع بوليا 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 بوليا، ليه؟ ان طبعا البق الكبير بتاع المعدة لما خيطه مع صيد كبير من الجوجنم وصلة واسعة جدا، بقى الاكل مش بياخد وقت في المعدة اصلا، مجرد ما ينزل من الاسوفجس يروح على الجوجنم. يروح يعمل ايه للعيان بعد الاكل بربع ساعة؟ الجوجنم يا عيني ليه عليه كميات من الاكل رهيبة. يا هارت يا هارت يا هارت يا هارت، هات بلاد سبلاي عشان اعرف اهضم، هات بلاد سبلاي. يروح السيركيوليشن كلها تروح فين؟ في الجي اي تي. يروح العين تحصل له صدم كولابس. يقول لك يا دكتور اكل اكل الاكلة الحباب الكباب الحلوه وما يلحقش الكباب ينزل معدتي، احسه في بطني نزل على الامعاء ويغمى عليا. ليه؟ صدم كولابس في السيركيوليشن نتيجه كل البلاد راح تواردز الجي اي تي. يقول لك بقيت باكل انا ونايم، نايم في السرير وبيزغطوني انا ونايم عشان لو اغمى عليا اديني على الاقل نايم على السرير. ده اسمه ايرلي دامبنج. دامبنج يعني تساقط، تساقط سريع للاكل جوه الديودنا جوه الججنا. طيب كلنا وخلصت اكل، مفيش ساعتين هبوط وعرقان وعرقان وهمدان وجسمه عرقان وجلده ساقع وبيغمى عليه تاني. يا عم مفيش اكل بيغمى عليا ليه؟ اصل هو الاكل لما نزل مره واحده على الججنم، زي ما الججنم زعق في الهارت وقال له يا هارت ابعت لي الدم كله، شخط في البنكرياس، يا بنكرياس هات كل الانسولين اللي عندك. البنكرياس راح فاتح له خزان انسولين. انسولين، طب ماشي يا باشا، ده انسولين زيادة عن اللزوم، هضم الاكل كله وقعد الانسولين في الدم. العيان جاله بعد الاكل بساعتين هايبوجلايسيميا رهيبة، هيغمى عليه، مفيش عنده انسولين زياده وما عندوش سكر، هايبوجلايسيميا رهيبه، ما بيتحسنش غير لما يدوله كوبايه عصير. جه بيلاروس بقى قاعد يضحك على بوليا. ايه يا بيليا، شفت شفت الوصله المعفنه اللي انت عملتها دي ما بين المعده والجوجنم العريضه خالص؟ ايرلي دامبنج وليت دامبنج، العيان بيغمى عليه مع الاكل وبعيد عن الاكل بيغمى عليه، هتعمل ايه يا بيليا؟ قال له ما انت اللي علمتني يا مستر بيلاروس يعني، وانا بحترمك، هعمل فالف. قال له يعني ايه فالف يعني؟ قال له يعني المعدة اللي هوصلها بالجوجنم هضيقها. قال له يعني الاند بتاعت المعدة الواسعة هقفل تلات ارباعها واسيب اخر 3 سم اجيب الجوجنم عليهم اخيطه فيهم، كأني عامل فالف. الانستوموزز الواسع ده كأني ساد التلتينه وتلته بس اللي معدي. بيلاروس قال له احترمك يا بوليا، انا رأيي كجاستريك سيرجون ليا باع طويل في جراحات المعدة، دي أفضل عملية ممكن تعمل بعد ما تعمل جاستريكتومي. بوليا ويز أفالف، بوليا هوف مايستر، غالبا هوف مايستر ده واحد من زملاء بوليا، بس أنا أفضل بوليا ويز أفالف عشان ما تنساش أن الأناستوموزيز اللي كان بيعمله بوليا الأول هو هو، بس قفل نصه من ناحية الاستومك وساب التلت الأخير
وجاب عليه الجوجنم بوليا وزافالف. وطبعا دي بقت حلوة، اولا الاكل بقى بينزل في الاستومك، لما يجي يعدي من الاستومك على الجوجنم ضيق اليومن، ما بقاش بيعدي مرة واحدة، فتحاشى الايرلي دامبنج. ولما العد الاكل بقى بيعدي واحدة واحدة، الجوجنم بقى ما بيطلبش كميات دم كتير، بقى ما بيطلبش كميات انسولين كتير، فدليت دامبنج والايرلي دامبنج اختفت، بقت هي الستاندرد بوليا هوفمايستر او بوليا ويز افالف اند تو سايد جاستروجينوستومي، اند بتاعت الاستومك وسايد بتاع الجوجنم، والاند بتاعت الاستومك عملت لها ناروينج، هي دي فكره الفالف. اصل هي اللي فوقيها بوليا بس اند تو سايد بس من غير فالف، يعني الاند بتاعت الاستومك العريضه كلها خيطها في الجوجنم على حته عريضه كلها، فبقت انستوموزس واسع مبهوأ خالص، كل الاكل ينزل من الاسوفجس على الاستومك على الجوجنم على طول، ايرلي دامبنج ليت دامبنج، ايرلي دامبنج ليت دامبنج. طيب انا كده خلصت كل ما هو مطلوب منك في عمليات الجاستريك ألسر، وكل ما هو مطلوب منك في عمليات الديودنال ألسر. ما حدش يذاكر كلمة زيادة عن دول. طيب انا كده خلصت النهاردة، انا شايف كمية المعلومات النهاردة دسمة جدا، اتكلمنا على الفاجوتومي، واتكلمنا على الجاستريكتومي، واتكلمنا على الانديكيشنز اوف سيرجري، ودي مهمه. قبل ما تشرح لي الديتيلز بتاعه الفاجوتومي والجاستريكتومي، لازم تعرف مين اللي هعمل له فاجوتومي ومين اللي هعمل له جاستريكتومي، وامتى اصلا هبتدي اضرب مشرط في العيان لما تحصل الكومبليكيشنز. يتبقى طبعا كلمتين الاوائل الحلوين، مور اند مور ديتيلز في الفاجوتومي ومور اند مور ديتيلز في الجاستريكتومي، هقولهم المره اللي جايه، وبعدها ادخل على الكومبليكيشنز. ايه الكومبليكيشنز؟ ما انت قلتها، قلت لنا يا عم ايرلي دامبنج وليت دامبنج وليكج وحالات الانجل اوف سورو في العيانين اللي عملوا جاسترو ديدونوستومي. هلم كل الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العمليات بتاعه الفاجوتومي والجاستريكتومي، لان ده سؤال امتحان، وهو ده اللي ممكن يجي في الامتحان السنه دي. ديسكاس كومبليكيشنز اوف جاستريك سيرجري، أو discuss complications of peptic ulcer operations، أو سؤال صغير discuss complications of vagotomy، أو سؤال صغير discuss complications of gastrectomy، أو سؤال صغير discuss side effects of gastric surgery في حالات البيبتيك ألسر، أو إيه البريكوشنز اللي باخدها لما أجي أعمل سيرجري للبيبتيك ألسر. كلها نفس الأسئلة نفس الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.